إن شاء الله درس اليوم سيكون شرح لبعض هذه الموديلات التي قمت بالتوصل فيها من طرف شخص واحد، وهي كالتالي: أولاً سأقوم بالإجابة عن هذا السؤال الخاص بالباترون بالمقاس الحقيقي. كما تلاحظون، جميع المصممين العالميين يقومون أولاً بإنجاز القياس المصغر للفستان أو للموديل كما هو في الصور، أولاً لأن الموديل يستهلك كمية قماش كبيرة، ثانياً إذا كان هناك أي خطأ في الباترون يمكن التعديل على المقاس الصغير والتعديل على المقاس الحقيقي. لذلك يتم دائماً إنجاز الموديلات في المقاسات الصغيرة أولاً، أي ما يتم شرحه في المقاس المصغر هو نفسه في المقاس الحقيقي، أي أننا نقوم باستعمال نفس الباترون بدون أي تعديلات، وأقوم بإنجاز الموديل تماما كأنني أقوم بإنجاز على القياس الحقيقي، لأنني أقوم باستعمال الباترون الإنجليزي، والباترون الإنجليزي لا يوجد فيه أي خطأ بأي شكل من الأشكال. لإنجاز الموديلات في المقاس الحقيقي سأقوم باستهلاك كمية كبيرة من القماش، 20 أو 30 متر لإنجاز موديل معين، وأنا بالنسبة لي هذا مضيعة للمال والوقت أولا، ثانيا بالنسبة لي أنا هذه الموديلات لا أرتديها ولا يمكنني بيعها للاستفادة من هذا الموديل. أغلبكم تم تعلم في معاهد أو في مدارس أو في دورات، بالنسبة لي أنا لم أتعلم في أي مكان، وإنما أقوم بالتعليم نفسي بنفسي ومن الكتب، وأقوم بتنفيذ الموديلات بشكل مصغر لأن هذا يساعدني في التعلم والبحث وتصحيح الخطأ. أنتم تتعلمون في الورق بالمقاس الحقيقي ولا تنفذون الموديل ولا تعرفون طريقة الخياطة ولا طريقة التنفيذ ولا طريقة التشطيب، ما فائدة إنجاز الموديل في المقاس الحقيقي وأنتم لم تقوموا بتنفيذه في الشكل الحقيقي أو بتنفيذ على القماش وتعلم أماكن الأخطاء؟ وأنا دائما أقول لكم، أي شيء قمت بشرحه أنا أو غيره عليكم بتنفيذ الموديل، إما بالنسبة لكم تبقى مسألة اختيارية في المقاس الحقيقي أو المقاس المصغر، والتأكد بأنفسكم من صحة الباترون أو من صحة الموديل. أنا كل ما علي هو أنني أقوم بإعطائكم أو بشرح لكم الموديل، طريقة التفصيل وطريقة الخياطة، وأحصل في النهاية على نفس النتيجة، وبالنسبة لكم تبقى مسألة اختيارية في تنفيذ الدرس إما في المقاس الحقيقي أو المقاس المصغر والتجربة بأنفسكم. بالنسبة لهذا الموديل الأول تم استعمال الباترون المبسط لإنجازه، لذلك يبدو في الصورة سوقي جدا. بالنسبة للصور سأقوم بنشرها في صفحتي الشخصية على الفيسبوك. أنا بالنسبة لي سأقوم بشرح الدرس في الباترون المجسم. قمت برسم الأمام كامل بهذا الشكل، للحصول على شكل إيفازي بالنسبة لأي قطعة نقوم برسم خط مستقيم يمر من الخصر والأوراك بهذا الشكل إلى الطول الكلي، هذا هو اتساع القطعة أو شكل إيفازي. في الموديل تم قص هذا الجزء بهذا الشكل وتم تعويضه بأشرطة بهذا الشكل مساوية لهذا المثلث. بالنسبة لبانسة الصدر سأقوم بتصريفها إلى الجانب بهذا الشكل، وهنا بانسة الخصر سأقوم بحذفها بهذا الشكل.
قمت بتصريف بانسة الكتف إلى الجانب بهذا الشكل. هنا عندي مكان الصدر، سبق لي وشرح طريقة رسم الكورسي. هنا منتصف الكتف، خط الصدر وشكل المستقيم على شكل الدائرة بهذه الطريقة. الرقبة ستكون بهذا الشكل، عبارة عن شريط ثم أشرطة في منتصف الأمام، وكذلك ابتداء من هذا النقطة بهذا الشكل. عرض الشريط يمكن أن يكون ما بين سنتيم ونصف إلى 2 سنتيم. أي عند التفصيل سنقوم بالتفصيل بهذا الشكل للقطعة. بالنسبة للخلف سيكون فقط الجزء الخاص في التنورة. قمت بحذف البانسة من الخصر إلى الجانب بهذا الشكل، وهذا هو الشكل النهائي. هنا مكان تركيب هذه الأشرطة بهذا الشكل. بالنسبة للخصر يمكن عمل فتحة في منتصف الظهر، أو يمكن عمل اللاستيك على مستوى الخصر، ولكن على الخصر أن يكون بقيمة البانسة ليكون فيه اتساع. بالنسبة لهذا الموديل سأقوم باستعمال الباترون المجسم. على خط الإبيض سأقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة بهذا الشكل. دائرة الصدر، هنا مكان الصدر بهذا الشكل في المقاس المصغر، سيساعدني في تحديد القيمة بهذا الشكل. سأقوم بالنزول ب5 سنتيمات. وهنا سأقوم بالصعود ب5 سنتيمات بهذا الشكل. الآن سأقوم برسم خطوط مستقيمة. سأقوم بحذف هذا الجزء من القطعة. الآن سأقوم برسم خط مستقيم إلى الجانب. هنا سأقوم بالصعود ب3 سنتيمات. قمت بتصريف البنسة إلى الكتف حتى أتمكن من رسم خط مستقيم في الأسفل.
وهنا على مستوى أعلى الصدر سيكون بهذا الشكل، أي من نقطة عرض الصدر سأقوم برسم خط مستقيم. من هذا الخط سأقوم برسم شكل منحنى إلى منتصف الصدر. هذا هو شكل القطع. هنا ستكون قطعة البطانة، ثم القطعة العلوية ستكون عبارة عن قطعة فيها كشكشة، أي سنقوم بعمل اتساع لهذه القطعة. هنا سأقوم بحذف سنتيم واحد قيمة الأزرار، قمت بإعادة نسخ نفس الشكل. ثم سأقوم بتقسيم الباترون إلى 3 أجزاء بهذا الشكل، أو 4 أجزاء لعمل اتساع على الباترون والحصول على كشكشة. في ورق جديد سأقوم بترتيب القطع. قيمة الاتساع أو قيمة الكشكشة ستكون 3 سنتيمات. القطعة السفلية ستكون عبارة عن بطانة، وهذه القطعة في الأعلى ستكون بهذا الشكل، بشكل كشكشة على كل القطعة. بالنسبة للخلف سيكون فقط بهذا الشكل، القيمة مرتين لأنه يوجد في لاستيك على مستوى الظهر بالكامل.
قمت برسم التنورة بشكل كامل هنا منتصف الأمام، وهنا مكان البنسة سنقوم برسم خط مستقيم بهذا الشكل. عند الخياطة تم الخياطة بشكل وعمل كشكشة بهذا الشكل لرفع هذا الجزء من هذا المكان والحصول على هذا الشكل. بالنسبة للموديل الموالي تم استعمال الباترون المبسط، قمت في رسم الجزء العلوي للباترون ابتداء من الخصر. هنا بالنسبة لي كما تلاحظون في الباترون المبسط لا أقوم بتحديد قيمة البنسة لا على المنتصف ولا على الجانب، وأقوم بذلك حسب الموديل، أي أقوم بترك الباترون الأساس بهذا الشكل دون تحديد قيم للبنسات. هنا الآن على مستوى عرض الصدر أي في المنتصف حرضة الإبط سأقوم برسم خط مستقيم. هنا نقطة الصدر، هنا سأقوم بتقسيم هذه المسافة إلى نصفين. هنا مكان الصدر، الآن سأقوم بإيصال النقطتين بخط مستقيم بهذا الشكل، ثم من الجانب إلى نقطة الصدر في الأعلى بهذا الشكل. بالنسبة للظهر سيكون بهذا الشكل. هنا الخصر سيكون بكشكشة بهذه الطريقة. بالنسبة للجزء السفلي سأقوم برسم خط مستقيم لتحديد الخصر. هنا سأقوم بوضع نفس قيمة الخصر بالنسبة للأمام إما مرتين أو مرة ونصف بهذا الشكل. أيضا أتوصل كثيرا بتحديد قيمة للقماش، لا يمكن تحديد قيمة القماش دون إنجاز للموديل، لأن الموديل حسب كل قياس وحسب كل شخص وحسب كل اتساع يستهلك كمية مختلفة من شخص لآخر. هنا مكان الكشكشة مع الخصر بهذا الشكل. نقوم بنفس العملية بالنسبة للخلف، هنا في الأسفل أيضا يوجد قطعة أخرى سنقوم بعمل كشكشة أي القيمة هذا الجزء مرة ونصف. بالنسبة للكم سنقوم بأخذ محيط الذراع بهذا الشكل، هذه القيمة سنقوم بضربها مرتين للحصول على الكشكشة وعمل اللاستيك على الكم. نقوم بالتفصيل بهذا الشكل، طول الكم يبقى حسب الاختيار، ونقوم بعمل اللاستيك بهذا الشكل.
بالنسبة لهذا الفستان سبق لي وشرحت طريقة بشكل منفصل، أي يكون الجزء العلوي على حدة في موديل مغاير والجزء السفلي في موديل آخر، يعني تقريبا جميع الموديلات الخاصة في الفساتين سبق لي وقمت بشرحها. لإنجاز الموديل أو الفستان يجب استعمال الباترون المجسم أي الكورسي، أي قطعة قريبة من الجسم أو تشكل شكل الصدر نقوم بإنجاز هذا الباترون الخاص في الكورسي. بالنسبة للموديل الموالي تم إنجاز الموديل بالباترون المبسط في قماش مطاطي ليأخذ شكل الجسم. كما تلاحظون لم أقم بعمل أي توسيع على الباترون الأساس، هنا سأقوم بتحديد قيمة الخصر في الجانب وكذلك في المنتصف، أي أقوم بتوزيع البنسات. على مستوى الركبة سأقوم بحذف 3 سنتيمات حتى تكون القطعة قريبة من الجسم. هنا على المنتصف سأقوم برسم خط مستقيم يشكل زاوية قائمة بهذا الشكل. كما تلاحظون الموديلات أغلبها بسيطة جدا وسهلة وليس فيها أي تعقيد. قمت برسم الكم بهذا الشكل، سأقوم الآن بحذف نفس هذه القيمة بهذا الشكل. عند تركيب القطعة تم استعمال الدانتيل بهذا الشكل، شكل كشكشة على الأمام وكذلك على الكم. هذه القطعة العلوية تم استعمال نوع آخر من القماش، قماش شفاف. وهنا في محيط الإسوارة ستكون القيمة مرتين لعمل كشكشة بهذا الشكل. بالنسبة للموديل الموالي القطعة قريبة جدا من الجسم، تم استعمال الباترون المبسط. هنا خط الخصر سأقوم بحذف قيمة البنسة على الجانب بهذا الشكل. هنا خط الإبط نقطة الصدر، هنا سأقوم بتحديد نصف المسافة بين الرقبة وخط الإبط ورسم خط مستقيم، ثم سأقوم بقص هذا الجزء.
سأقوم بحذف نفس القيمة على الكم بهذا الشكل. هنا في المنتصف عندي كشكشة، نقوم فقط بفتح الباترون بهذا الشكل. كما تلاحظون كأنني فقط أقوم بإعادة لشرح نفس الدروس التي قمت بشرحها سابقا. الكشكشة ستكون على مستوى الأوراق بهذا الشكل. أقوم بوضع الباترون بهذه الطريقة للكم مع القطعة، ثم سأقوم بحساب هذه المسافة. على ورق آخر سأقوم بحساب نفس القيمة، هنا سيكون طول بهذا الشكل والجانب بهذه الطريقة، ثم سأقوم بقص هذا الجزء. أي عند عمل كشكشة بهذا الشكل كما هو في الموديل في منتصف الصدر، وهنا على مستوى الكم أو الذراع القيمة عند إنجاز الباترون. لاحظوا معي في الباترون المصغر يمكنني حساب القيمة بكل سهولة، أي أنني قمت هنا بحساب 20 سنتيم وفي الأمام 10 سنتيمات. أي عند الخياطة والتركيب سيكون بهذا الشكل كما سبق وذكرت القماش مطاطي. بالنسبة للموديل الموالي من شكل الصورة يبدو شكل سوقي، تم استعمال باترون مبسط لإنجاز فستان، وهذا لا يبدو شكل صحيح على المانكا. بالنسبة لي في الفساتين أو الكوخسي أقوم باستعمال الباترون المجسم ليعطيني شكل الصدر. هنا حظة الإبط سأقوم باختيار المنتصف. من نقطة الصدر سأقوم برسم خط مستقيم بهذا الشكل، ثم سأقوم بإيصال النقطة مع منتصف الصدر بهذه الطريقة. هنا أيضا سأقوم بحذف سنتيم واحد على حردة الإبط ورسم هذا الشكل.
بالنسبة للتنورة، تنورة بشكل عادي سبق لي وقمت بشرح هذا الدرس الخاص بهذا الشكل في درس سابق. أي نقوم بتحديد الطول الكلي ونقوم بفتح الباترون على مستوى الركبة بهذا الشكل لإعطاء اتساع في أسفل الفستان. بالنسبة للكم، تم اختيار هذه المسافة بهذا الشكل. أي سأقوم بحذف هذا الجزء وتقسيم الكم إلى نصفين على مستوى الذراع. في هذا الجزء يوجد عندي اتساع وطيات، سأقوم بفتح الباترون وعمل طيات. شكل الطيات سيكون بهذه الطريقة تماما كما سبق لي وشرحت في درس خاص في التنورة. هنا في هذه الدروس أقوم بشرح للباترون الإنجليزي، وهنا طريقة عمل الطيات. هنا مكان الخياطة، وعند فتح هذا الجزء في الأسفل نحصل على هذا الانتفاخ. بالنسبة للقطعة الشفافة سيكون الكم بهذا الشكل، أي طول الكم الكلي، حتى نتمكن من تثبيت هذه القطعة التي ستكون عبارة عن طيات مع هذا القطعة الشفافة. هنا سأقوم بالتفصيل على القماش، مثلا سيكون بهذا الشكل، نقوم بالطي وتفصيل نفس شكل الباترون وعمل الطيات. Thank you.
هنا أماكن الخياطة بهذا الشكل، وهنا عند فتح القطعة نحصل على هذا الشكل المنتفخ للكم في الأسفل، وهنا مكان الخياطة في الأعلى مع الكم بهذا الشكل. بالنسبة للموديل الموالي كما تلاحظون شكل غير متناسق، أي تم استعمال الباترون المبسط. يتم تمييز الباترون المبسط عندما تكون القطعة بعيدة من الجسم وكشكشة وغير متناسقة مع الجسم ولا تصف شكل الجسم، والمقصود بالجسم هو شكل الصدر وشكل الكورسي. بالنسبة للتنورة، تنورة بسيطة جدا وعادية، تم أخذ محيط الأوراق بهذا الشكل، التقسيم على 4، ثم التفصيل بشكل مستطيل. هنا سأقوم بتفصيل الأمام والخلف، أي طريقة بسيطة جدا وبدائية لإنجاز التنورة. ثم عمل اللاستيك على مستوى الخصر. للحصول على هذه الكشكشة بهذا الشكل، هنا قيمة الأوراق تم عملها على قيمة الخصر. وهنا أسفل التنورة نقوم بحساب القيمة ضرب مرة ونصف بهذا الشكل لعمل الكشكشة بهذه الطريقة. الآن بالنسبة لهذا الجزء العلوي ابتداء من الخصر إلى الكتف، سنقوم بأخذ هذه المسافة عرض الصدر إلى المنتصف بين الخصر والصدر بهذا الشكل، أي سأقوم برسم هذه المسافة. كما سبق لي وذكرت، موديل بسيط وسهل جدا. هنا سنقوم بإضافة نفس القيمة بهذا الشكل، نفس قيمة الباترون مرتين. تحديد المنتصف ورسم شكل منحنى في الأعلى والأسفل وحذف هذه الأجزاء، أي هنا في المنتصف تم عمل عقدة أي ربط بين القطعتين اليمين واليسار، ونقوم بالحصول على شكل الصدر وهذا الجزء بهذا الشكل إلى الأسفل. قمت بنسخ القطعة الثانية بهذا الشكل حتى أقوم بإعطائكم شكل نهائي على المانكان بين القطعتين. وهنا مكان العقدة في المنتصف.
بالنسبة للخلف ستكون قيمة الخلف مرتين وعمل شريط اللاستيك بهذا الشكل لإعطاء كشكشة في الظهر. بالنسبة للموديل المعالي، هذه القطعة السفلية سبق لي وقمت بشرحها، الآن سأقوم بشرح هذه القطعة. القطعة عبارة عن كورسيه، أي يجب استعمال هذا الباترون الذي قمت بشرحه الخاص في الكورسيه. هنا سأقوم بقص الباترون وقص قطع الكورسيه مع تفريغ البنسات. وهذه هي قطع الكورسيه. بالنسبة للتنورة سبق لي أيضا وقمت بشرح الطريقة في أكثر من درس. زاوية قائمة ونقوم بحساب الخصر قيمة الباي، ثم نقوم بالحصول على شكل الخصر وتركيب القطعتين مع بعض بهذا الشكل. يعني أغلب الدروس قمت بشرحها بطريقة أو بأخرى، وهنا فقط يتغير تركيب الجزء العلوي مع السفلي، إما بتنورة عادية أو كوازي أو تنورة دائرية أو بطيات. والخلف أيضا سيكون فقط هذا الجزء أو بهذا الشكل المثلث حسب الموديل. هنا أيضا موديل عادي جدا وبسيط، باترون الأساس، وتم استخراج الموديل، أي تم استعمال الباترون المبسط. سبق لي وشرحت الطريقة بالنسبة لهذا الموديل، هنا فقط عدم وجود الكم واستخراج الكول. أيضا الكول سيكون بطريقة بسيطة وعادية. نقوم بأخذ نقطة من الصدر إلى الأورك ورسم خط مستقيم إلى الأسفل بهذا الشكل، أي لا يوجد أي اتساع في أو إيفازي في القطعة، أي قمنا فقط باستعمال الباترون الأساس بهذا الشكل. ثم سأقوم باستخراج الكول وقيمة 3 سنتيمات الخاصة في الأزرار في المنتصف. أيضا شكل الجيب عادي جدا وبسيط بشكل مستطيل، تم وضعه بهذا الشكل، الاختلاف هو فقط في طريقة التفصيل على القماش. وهنا سنقوم بحذف هذا الجزء بشكل مثلث. وهنا قيمة الجيب هنا مثلا سيكون 24 بهذا الشكل، هنا 10 سنتيمات، وهنا أيضا 10 سنتيمات أو 12 سنتيم، وهنا 20 سنتيم. التفصيل على القماش سيكون بالنسبة للقطعة بهذا الشكل، والجيب سيكون بهذا الشكل المعاكس. والخلف لا يوجد أي تغيير، فقط الباترون الأساس والطول الكلي. بالنسبة لهذا الموديل الموالي، أي يجب استعمال الباترون الخاص في الكورسيه. هذا هو شكل الباترون هنا بشكل منفصل لهذه القطع، أي هذا الجزء العلوي سبق لي وقمت بشرح طريقة الكورسيه. سأقوم هنا بتحديد عرض الصدر
من هذه النقطة ورسم خط مستقيم، كذلك تفريغ البنسات. سبق لي وقمت بشرحها في أكثر من درس. أنا هنا سأقوم بالتركيز على الجزء السفلي، رغم أنني قمت بشرح الجزء السفلي في درس خاص في الكراكو. الآن بالنسبة لهذه القطع سأقوم بحساب هذه القيم الخاصة في الخصر. ثم سأقوم برسم خط مستقيم بهذا الشكل، ثم سأقوم بأخذ هذه المسافة المنتصف، ثم سأقوم بتحديد نفس القيمة نصف القيمة بهذا الشكل، فلنقل مثلا 5 سنتيمات على الجانب وكذلك على الجانب المقابل، نفس العملية بالنسبة لمنتصف الأمام. هنا في منتصف الأمام في العادة لا نضيف أي قيمة في هذا المكان، لكن هنا حسب الموديل عندي زيادة أيضا في هذا المكان. قيمة الاتساع ستكون نفس القيمة أي 5 سنتيمات. وعند الخياطة سنحصل على هذا الشكل، شكل دائري وشكل منتفخ إلى الأمام. هنا سنقوم بتحديد نفس الطول الكلي بحذف هذه الزوائد بهذا الشكل، أي هذا الاتساع هو نفس الضروس الخاصة في التنورة التي قمت بشرحها سابقا في التوسعة في أسفل التنورة. هنا عند الخياطة في المنتصف لاحظوا معي يكون بهذا الشكل المنتفخ. بالنسبة للخلف يمكن عمل نفس العملية بهذا الشكل، والكم أيضا سبق لي وقمت بشرح طريقة هذا الكم المنتفخ. بالنسبة لهذا الموديل الموالي أيضا هو موديل بسيط وعادي جدا، تم استعمال الباترون المبسط. قمت برسم هذا الجزء من الباترون من الخصر إلى الأعلى. هنا سأقوم بتحديد منتصف الإبط تماما، أقوم بعمل نفس ما هو في الصورة. هذا هو شكل الباترون الرئيسي. وهنا الآن سأقوم بتقسيم هذا الباترون إلى 3 أجزاء لعمل كشكشة بهذا الشكل. ثم سأقوم بإعادة رسم نفس الباترون أي البطانة مكان تركيب قطع الكشكشة. قطع الكشكشة سأقوم بإضافة 15 سنتيم بهذا الشكل لإعطاء كشكشة في كل قطعة.
ثم نقوم بتركيب وخياطة القطع بهذا الشكل. عند تفصيل هذه القطع أضيف 2 سنتيم هنا في الأعلى. بالنسبة لهذا الموديل الموالي أيضا سبق لي وقمت بشرحه، عبارة عن كرسي الجزء العلوي طيات في التنورة، يعني كل شيء قمت بشرحه سابقا. بالنسبة لي في الكرسي قمت بتعليمكم طريقة استخراج الكرسي أي دون استعمال البوني، وهنا تم استعمال هذه القطعة وتم التشكيل عليها بالقماش بهذا الشكل. تم تعويض شكل الكاب بهذا الشكل بهذا القطعة والتركيب مع الكرسي. هنا أيضا الفستان الجزء العلوي عبارة عن كرسي والجزء السفلي تنورة والكم بهذا الشكل المنتفخ. سبق لي أيضا وقمت بشرح شكل التنورة في درس سابق، كما ذكرت نفس الدروس ونفس الموديلات يتم إعادتها بالنسبة للجزء العلوي أو الجزء السفلي. هنا بالنسبة للتنورة يمكن عمل هذا الشكل، أي نقوم بعمل قص على مستوى الركبة ونقوم بالتوسعة بهذا الشكل إذا لم تكن هناك قصة في الجزء العلوي. إذا كانت هناك قصة على مستوى البانسات بهذا الشكل نقوم بعمل التوسعة، تبقى قيمة التوسعة حسب كل شخص. يمكن عمل التوسعة هنا نقوم بإضافة 30 أو 40 سنتيم بالنسبة لهذا الجزء ونقوم بإيصال مع الركبة أو أسفل الركبة حسب كل شخص بهالطريقة، ونقوم بعمل التوسعة على كل باقي الباترونات بنفس الطريقة. ونفس الطريقة التي قمت بشرحها في الكرسي السابق في هذا الدرس. عند الخياطة نحصل على هذا الشكل الدائري بين القطع. هنا يوجد عندي خياطة، إذا لم تكن خياطة هي الطريقة السابقة، فقط الاتساع في منتصف الباترون. الجزء العلوي عبارة عن كرسي وهو نفس الدرس السابق أي هذه القطع. وهنا لتحديد الكم أقوم بوضع القطع لأنني لم أقم برسم الباترون، فقد قمت باستعمال هذا الكرسي السابق. الآن سأقوم بحساب هذه المسافة ابتداء من هذه النقطة إلى الكتف لتحديد الكم بهذا الشكل. نقوم بطي على 2 بهذا الشكل. هنا سأقوم بتحديد طول الكم مرتين، فلنقول أنني قمت بالحصول على 20 من الباترون أي 40 سنتيم، لأنني سأقوم بعمل كشكشة بهذا الشكل. هنا كما تلاحظون سأقوم بالطي على 2 أي مرتين هذه المسافة بهذا الشكل، وهنا مكان الكشكشة بهالطريقة. ثم نقوم بالخياطة مع القطعة بهذا الشكل، وعند التركيب نحصل على هذا الشكل في الجسم.
وهنا أيضا على محيط الإسوارة يوجد عندي اللاستيك بهذا الشكل.